وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. وفي فقرة الخير مش بنتناول بس الخير المباشر والصريح اللي بيتكلم عن الصدقة وعن الزكاة والإنفاق، ممكن يبقى كمان إصلاح بين متخاصمين ده خير، تحسين العلاقة بين الزوجين ده خير، تربية الأبناء خير. فاحنا بنتكلم عن الخير بمفهومه الواسع زي ما ربنا قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. النهاردة هنحاول نعمل خير بنشر المودة والرحمة زي ما ربنا قال لنا في القرآن وجعل بينكم مودة ورحمة، طبعا ده بين الزوجين. يعني ازاي نرجع المودة والرحمة للبيوت؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا دكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا، أهلا وسهلا سيد دعاء. ازيك يا دكتور عامر؟ أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. الحب والمودة والرحمة تمام. يعني ازاي يرجعوا كده في كل البيوت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد، النبي الكريم الأكرم، الوفي الأوفى، الزكي الزاكي، الطاهر المطهر، الشريف المشرف، الصفي المصفى، النور الأنور، السعيد المسعد، النقي الأنقى، التقي الأتقى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أقام العلاقة الزوجية على أساسين هامين هما المودة والرحمة، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذن الزواج في حد ذاته آية من آيات الله، آية تجمع بين الإنسانية وبين النفسية، لأن آيات الله كثيرة، منها آيات كونية في الكون، منها آيات إنسانية في إنسانية الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومنها آيات في نفسية الإنسان. فالزواج آية تجمع بين الإنسانية والنفسية، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة. ما معنى المودة؟ هل المودة معناها الحب؟ لا، أعلى من الحب. إذن ما معنى المودة؟ الآن نسمع كثيرا عن إشكالات وعن خلافات ونزاعات وحالات كثيرة جدا من حالات الطلاق والتفرق والتشرذم بين الأسرتين وفي الأسرة نفسها. لماذا؟ لأننا لم نقم حياتنا على أساس المودة وعلى الفهم الصحيح لمعاني القرآن الكريم. الناس فهمة أن المودة معناها اللي هو الود، معناها الحب، معناها تبادل الزيارات، ده كلها مفاهيم قاصرة خاطئة. المودة معناها كالآتي باختصار شديد وبتعابير سهلة ميسورة: أنا كزوج واجب علي أن أقدم أفضل ما عندي من معاملة إنسانية لزوجتي حتى وإن لم تكن أهلا لهذا المعروف الذي أقدمه إليها. أنا كزوج واجب علي أن أصبر على أذاها وأن أكف أذى نفسي عنها ابتداء. أنا كزوج واجب علي أن أتقي الله فيها حتى ولو عصت الله تعالى في. واجب علي كزوج أن أوسيها بما عندي وألا أطمع فيما عندها. واجب علي أن أقوم بما يسمى بتفعيل ثقافة الاحتواء كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. هل القوامة معناها الضرب؟ لا. هل معناها الإهانة؟ لا. هل معناها علو الصوت؟ لا. هل معناها التجريح والشتم والسب؟ لا. القوامة هنا لها معان كثيرة، لكن أعظم معنى مطلوب ومنشود معناها تفعيل ثقافة الاحتواء. أنا كزوج واجب علي أن أحتوي زوجتي في كل أحوالها سواء كانت راضية أم ساخطة، في حال النشاط وفي حال الكسل، في حال الحب وفي حال الكراهية، في حال القبول وفي حال الرفض، في كل أحوالي واجب علي أن أعاملها بالمودة. ولذلك إذا أردنا أن نفهم معنى المودة فهما صحيحا علينا الآن أن نذهب لكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال حديثا رائعا غاية في الروعة. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا نظر إلى زوجته ونظرت إليه، يعني تبادل فيما بينهما بالنظر، إن الرجل إذا نظر إلى زوجته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها
تساقطت ذنوبهما من بين أصابعهما. يا الله على هذا الحديث. يعني مجرد النظرة الطيبة، النظرة البريئة، ليس فيها عتاب، ليس فيها يعني ما يسمى بتأنيب الضمير، ليس فيها بالسخرية، ليس فيها من، وإنما فيها الحب، فيها التقدير، فيها الاحترام، فيها المروءة، فيها العطف، فيها الحنان، فيها المودة، فيها الشفقة. إذا نظر إليها ونظرت إليه، نظر الله إليهما، أعني إلى قلبيهما نظرة رحمة. فإذا أخذ بكفها كأنها عصفور صغير، مد يده إليها مصالحة، لطفا لطفا، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الذنوب التي بينهما تتساقط من بين أصابعهما. ولذلك باختصار شديد جدا أستاذ دعاء، دي مسألة مهمة غاية في الأهمية. المودة مطلوبة بين الزوجين. أولا الزوج، أنا كزوج واجب علي أن أقدم لها أفضل ما عندي وأن أتفانى في إسعادها، في رضاها، فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا كزوج واجب علي أن أصبر عليها مهما أذتني، مهما نالني منها من طول لسان، من همز، من لمز، من عتاب، من القوامة هنا معناها أنا أتحمل منها الأذى وألا أصدر من نفسي إليها أذى ابتداء. واجب علي أن أتقي الله فيها حتى ولو عصت الله تعالى فيه. هذا من ناحية الزوج. تبو الزوجة تعمل إيه؟ تقعد سكتة؟ لا طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا، والله العظيم أستاذ دعاء، قسما بالله، لو فهمنا هذا الحديث عن النساء وطبقنا هذا الحديث في بيوتهن، أنا أكاد أجزم أن أكثر من 90% من حالات الطلاق كان من الممكن ألا تكون. أكثر من 90% من القضايا المرفوعة الآن في المحاكم جراء الخلافات والنزاعات الشخصية من الممكن ألا تكون، ونصل إلى بر الأمان والأمن والسلام والمودة والمعروف والعيشة الكريمة والحفاظ على الأولاد. ما هو هذا الحديث؟ وهذا الحديث أنا أتوجه به إلى كل أم وإلى كل بنت وإلى كل أخت كريمة وإلى كل إنسانة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأصحابه يوما، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كنا بلى يا رسول الله، من هن؟ فقال، ودود فيها الود، ليست معاندة ولا متكبرة، ودود ولود، دي من عند ربنا. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب منها زوجها، يعني في كل الأحوال، ماذا فعلت؟ هل أعلنت عليه الحرب؟ هل سقته من المر كؤوسا؟ هل تفننت في إذائه؟ لا. الحديث مرة أخرى، امرأة ودود ولود، إذا غضبت من نفسها أو ربما منه أو ربما من أهله أو ربما من أهلها أو ربما منهما معا أو من الجيران أو من الأولاد، من أي طريق كان، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب منها زوجها، أكمل لنا يا رسول الله. قالت إيه؟ هذه يدي في يدك، هي التي مدت يدها إليه. قالت، هذه يدي في يدك، والله لا أكتحل بغمض، أي لا أذوق للنوم طعما حتى ترضى. هذه المرأة الودود، هذه المرأة التي تعلم أن زوجها هو جنتها ونارها، وتعلم أن رضا رب العالمين عليها لن يكون إلا إذا رضي عنها زوجها، بينما لو بات زوجها ساخطا عليها فإن الله تعالى لن يرضى عنها أبدا. يعني الاثنين لازم يبقوا بينهم حب ومودة، والاثنين زي ما حضرتك بتقول كده يكونوا نايمين، علاقة تكامل وتفاعل. نعم. وتشارك، هو ده. نعم. هو ده إيه الصح. نعم. السنة. طب احنا معنا تليفون، عايزة تسأل حضرتك سؤال. أم أحمد، أهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه لو سمحت ممكن اسال الشيخ عصام سؤال؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت حضرتك يا شيخ، انا عايز اسال حضرتك عن الميراث، في مشكله بيني وبين اخواتي في الميراث. في ماذا يا فندم؟ مشكله ميراث. دلوقتي والدي توفى وكان سايب لنا طبعا ورث. نعم. كان سايب اللي هي يعني فيها فلوس نقديه، دي اتقفلنا فيها على طول، وديعه وفلوس نقديه اتقفلنا فيها. نعم. لكن دلوقتي في محل مفتوح، محل مصوغات، محل ذهب. دلوقتي في واحد من اخواتي بيديره،
فاحنا جينا كلنا قلنا لا كفايه كده، والدي متوفي بقاله 5 سنين، فقلنا كفايه احنا عايزين نبيع المحل واللي فيه علشان كل واحد ياخد نصيبه، لان في احنا 10، في 6 متضررين ومحتاجين ماديا وعندهم ظروف، فعايزين يبيعوا، الاربعه الباقيين مش راضيين ورافضين. فيعني حضرتك احنا يعني حاولنا ندخل ناس نتكلم بالراحه كده، لا اللي رافضين رافضين ومصممين، والسته الباقيين محتاجين، فاحنا ما احناش عارفين كده الوضع ايه يعني، وفعلا خلاص كده يتقسم الورث كله يتقسم وخلاص ولا ايه؟ وبعدين حضرتك، هل يجوز لو على بال ما يتقسم الورث لان هم رافضين ممكن ندخل في طريق قانوني يعني، هيبقى في الفتره دي في ايجار للمحل ولا يفضل اللي مستفاد بيه وبيديره هو مستفاد بيه بس، والباقي ما بياخدش حاجه لحد ما نوصل لحل. ماشي حضرتك، حكم الشرع ايه في ان المفروض بقى ان هو الورث ده كله يتقسم؟ ماشي، سؤالك واضح. هو الموضوع أولا رحمة الله على أبيها وعلى كل أمواتنا، اللهم آمين. يا رب. ثانيا مسألة التعنت في عدم إعطاء الوريث حقه، هذه مسألة من كبائر الآثام. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بعدما حدد أنصبة المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، ماذا قال ربنا؟ قال تلك حدود الله. إذن إعطاء أموال المواريث وحقوق المواريث إلى مستحقيها هذا حد من حدود الله، تلك حدود الله. ثم قال ربنا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وبالتالي مينفعش ان واحد او اثنين او ثلاث او اربعة او خمسة او نصف الورثة او حتى واحد فقط من الورثة يتحكم في مصير كل الوارثين. لو هنالك تضرر، واحد فقط من الورثة متضرر، واحد فقط متضرر فقط والباقون سعداء، هذا المتضرر من حقه الآن أن يكون بما يسمى بعمل تخارج. ولذلك أنا أنصحها قانونا تتوجه إلى المحاكم برفع قضية للتخارج، تقول والله نحن ورثة فلان وعندنا كذا 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 ونحن متضررون 1، 2، 3 ونريد الآن تخارج من هذا الإرث. وهذا الموضوع بيمشي بسم الله ما شاء الله على خير ما يرام، وبالتالي يأخذون حقوقهم، وهذا هو المطلوب. ونداء إلى بقية الوارثين، علينا أن نتقي الله عز وجل فيما بين أيدينا لأنه أمانة طبعا. وعلينا أيضا أن لا نحرم أحدا من الإرث أو أن نمنع أحدا أن يأخذ حقا هو حقه في الحقيقة ونؤخره طبعا. أما مسألة الإيجار وهذا القبيل فدي مسألة طبعا بتعود فيها إلى العرف، وتعود إلى أن كل إنسان أولى بحقه، انطلاقا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا، سبحان الله. نعم. طيب نشوف بقى دلوقتي أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة سقيا الماء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، واحنا النهارده جايين في قريه سقيا الماء عشان نغرس الفسيله دي تاني مره ان شاء الله بفضل الله تعالى مع حضراتكم، بنوري لحضراتكم كل التطورات اللي بتحصل في قريه سقيا الماء 2 في مدينه وادي النطرون محافظه البحيره. عندنا قريه سقيا الماء 1 في الوادي الجديد وقريه سقيا الماء 2 في وادي النطرون، وباذن رب العالمين قريبا قريه سقيا الماء 3 في محافظه الوادي الجديد، وعشمانين في ربنا سبحانه وجل وتعالى وفيكم يا أهل الخير ويا محب الخير إن يبقى عندنا في كل محافظة في مصر قرية للخير، قرية كل ما يخرج منها يخرج لله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى لخدمة الفقراء ولخدمة المساكين. وربنا بيقول لنا والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. ربنا سمى النخل ده حياة وسمى النخل ده رزق، فاحنا جايين النهاردة بنزرع الفسائل دي أول فسيلة في قرية سقيا الماء، وعشمانين إن يكون كلها رزق ويكون كلها خير وبركة للعباد وإعانة للفقراء والمساكين بفضل رب العالمين سبحانه وجل وتعالى، وربنا يا رب يستخدمنا في خدمة خلق الله. قرية الخير من سقيا الماء، هنا الخير هيكتمل. قرية سقيا الماء بوابة خير وحياة كريمة للأسر الفقيرة. فكرة الوقف دي فكرة عظيمة جدا، إنك توقف حاجة لله عز وجل
كل ما يخرج منها ينفق في سبيل الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. سيدنا عثمان بن عفان من أوائل الناس اللي عملوا الفكرة دي. سيدنا النبي في يوم قال من يشتري بئر رومة وله الجنة. سيدنا عثمان اشترى البير وأوقفه لله عز وجل وفي سبيل الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. حوالين البير ده بقى فيه وقف كبير جدا كله نخل بينفق منه على الفقراء والأيتام والمساكين والمحتاجين. ومع مرور السنين الوقف ده كبير جدا، ودلوقتي حاليا في السعودية بتشرف عليه وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف السعودية، وينفق ريعه في سبيل الله عز وجل. جه مجموعة كده من المغاربة وقاموا بنوا فندق، الفندق ده سموه فندق وقف عثمان بن عفان، كمان ينفق منه على الفقراء والمساكين. وكل الخير ده في ميزان حسنات مين؟ في ميزان حسنات سيدنا عثمان ابن عفان. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يا كل شريك نجاح معنا في مؤسسة سقيا الماء، استحضر هذه الآية: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صكوك الخير في قرية سقيا الماء مش بس صدقة جارية، دي صكوك حياة، حياة لأسر فقيرة اللي بصدقتك وزكاتك هنوفر لهم مصدر للدخل اللي يقدروا يعيشوا عليه حياة كريمة. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا تقرير الخير مع مؤسسة سقيا الماء والوقف لله زرع النخيل. طبعا أرقام تليفون المؤسسة موجودة على الشاشة عشان أي حد حابب إن هو يتواصل معاهم لو عايز يطلع من الزكاة صدقة جارية. عندهم أفكار كتير ومشروعات كتير، ومشروع النخل يعني من المشروعات اللي أنا بحبها جدا، وعملت أكتر من نخلة الحمد لله. ربنا يقدرنا دايما ويتقبل في وقف النخيل. طيب دكتور عصام، كنا بنتكلم في حلقتنا النهاردة عن الخير، والخير لازم يكون بين الأزواج ويكون في البيوت كمان. مش بس كلمة الخير هي اللي احنا فاكرينه يعني، لا، الخير ده في كل أوجه حياتنا طبعا. فاحنا عايزين كلمة أخيرة في آخر حلقتنا. والله أنا من الممكن أن أقول بأن لقمة العيش التي تأكلها الزوجة من يد زوجها، والذي تعب فيها الزوج وكد وتحملها واكتسبها من الحلال، فإن الزوجة حينما تأكل لقمة هذه العيش ومشاركة الأولاد فيما بينهم كفيلة إن شاء الله أن تكون صدقة وأن تكون ثوابا في موازين حسنات الزوج. تخيلي حضرتك لقمة العيش، بالإضافة إلى النظرة الطيبة، بالإضافة إلى البسمة، بالإضافة إلى اليد الحانية التي يتفاعل بها الزوج مع زوجته، في مقابل هذا السمع والطاعة والأدب وحسن التباعد من الزوجة للزوج، بالإضافة إلى عدم تحمله ما لا يطيق، يعني ما ينبغي للزوجة أن تحمل زوجها من النفقة ما لا يطيق أن تكون قانعة راضية حامدة شاكرة، وأيضا حسن التباعد مسألة مهمة غاية في الأهمية، كل منهما يتفانى في إسعاد الآخر. هذه جملة مهمة غاية في الأهمية، كل منهما يتفانى في إسعاد الآخر، كل منهما يبذل أفضل ما عنده في سبيل سعادة الآخر، كل منهما عليه أن يعين الآخر على بره بوالديه، وأن يعين الآخر على صلته بأرحامه، وأن يعين الآخر على تقواه لله سبحانه وتعالى. كلنا مخطئون، وكلنا من بني آدم، وكل ابن آدم خطاء. حتى ولو زلت القدم يوما ما من الزوج، الزوجة تعفو وتصفح. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والزوجة يا أخي حينما تزل قدمها يوما، يعني استطالت عليك يوما ما بكلمة أغضبتك، فعلت ما فعلت، طالما لم تفعل شيئا مما يغضب الله من كبائر الآثام، فممكن نلتقي على أرض طيبة ونتسامى عن الخلافات ونتصافى فيما بيننا ونتصالح لسبب واحد، حفاظا على أولادنا. لماذا؟ لأن ضياع الأولاد من كبائر الآثام، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأولادنا أمانة في أعناقنا. وختاما أقول يا سيدي دعك منها، هي متعبة، وحضرتك هو متعب، أتعبك عشان خاطر الأولاد، نصبر ونحتسب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ربنا يهدي الأحوال في كل البيوت. بشكر حضرتك في نهاية حلقتنا، بشكر كل مشاهدينا. أسيبكم مع آخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة سقيا الماء. النهارده جايين علشان نستلم ثلاث ابار مع سفارة دولة الامارات ومؤسسة احمد بن زايد النهيان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة سقيا الماء. ثلاث ابار هنستلمهم ان شاء الله النهارده في محافظة مرسى مطروح. البير ده وراه قصة، البير ده شراكة، شراكة امبراطية مصرية. الخير بيكبر وبيوسع وبيخرج بره بلدنا وهدفه نخدم اهل بلدنا. ولما لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة سقي الماء، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. هو ده الأجر اللي هيبقى، هو ده الأجر اللي هيستمر. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، واليسر والعسر أوقات وساعات، وأكرم الناس عند الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالإنسان لما يكون ذا نفع وله أثر طيب في الأرض ويضرب بسهم هنا وهناك، دي تجارة مع ربنا يا سبحانه. شكرا مؤسسة أحمد بن زايد، شكرا مؤسسة سقيا الماء، شكرا لكل الناس اللي بتدعم وتتواصل وتتعاون مع مؤسسة سقيا الماء في داخل مصر وفي خارجها. البير رقم 1000 مؤسسة سقيا الماء، صدقة جارية للحاجة ثريا محمد راشد، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتها. تخيلوا، هي ما تعرفش الناس دول، ما تعرفش البير بتاعها هيخدم مين بعينه، ولكن هي بتاخد دعوات من كل من يستفيد من هذا البئر. تخيلوا حضراتكم على مدار الفترة اللي فاتت ان صدقتوا فينا ودعمتونا على مدار كل اللحظات، لو قلنا في اهالينا محتاجين ومحتاجين دعم حضراتكم، بقى في 1000 بير بيخدم 1000 واكتر من اسر كتير بتستفيد من البير دوت. انا عايز اقول ان ال1000 بير دول يعني 1000 مؤسسة. صح. لما كل بير يخدم ما شاء الله، انا لو انا عديت البيوت ديت حوالي 7 8 10 بيوت حوالين البير ده، يعني هتلاقي مثلا متوسط 40 50 فرد. فرحة الألف بير يعني دي حاجة، لو بتكلم بقى على مستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسة، المستوى الشخصي أنا كنت بحلم إن أنا أكون واقف قدام البير رقم 1000 وبركبه. ده يعني ربنا يتقبل مني أنا شخصياً العمل ده أو الخير ده، ومن المؤسسة إن إحنا في خلال أقل من سنتين نقدر نوصل ل 1200 بير. أعتقد ده إنجاز كبير جداً، منعكس من ثقة المتبرعين فينا، والحمد لله المصداقية بتاعتنا إن إحنا كنا دايماً معاهم فيها. يعني هي دعوة للخير أستاذ عزت. البير رقم 1000 ما شاء رب العالمين، ولسه وفي انتظار المزيد والكثير إن شاء الله. دعوة للخير، دعوة لفعل الخير لتحقيق الأمر الإلهي، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.